طيب مهندس هاني ابو ريده الحقيقه عمل مؤتمر صحفي من المؤتمرات اللي عجبتني. الكلام حلو بس تنفيذ محتاج متابعه، واحنا الحقيقه هنتابع كمان حاله احمد ياسر ريان، لانه البعض قال انه هيعمل عمليه النهارده وانا اشك يعني، لكن هنتابعها من خلال زملائنا ان شاء الله. فهنا ابو ريده الحقيقه عامل نقاط طيبه جدا، تفعيل عمل اللجان، منحها الصلاحيات، ترتيب البيت، مشروع 10 سنوات للنهوض بالمسابقات، الناشئين واخلافه، ترتيب المنتخبات والاولاد، دعم المنتخب الاول، تنميه موارد الاتحاد، زياده عدد الممارسين، ملف الحكام، الملف الطبي، العوده الكامله للجماهير والتنسيق مع كل الجهات، تطوير كافه الادارات، الاهتمام باستكمال تطوير مركز المنتخبات وهيكون هو المقر الدائم لاتحاد الكوره ولكل المنتخبات الوطنيه، استفاده من مشروعات التنميه الخاصه بالاتحاد الدولي، تقويه دور المناطق، تنميه موارد الانديه، العمل على تطوير كافه عناصر اللعبه، رابطة الأندية تقويض دورها، التعظيم من دور الاتحاد في أداء المسؤولية المجتمعية. ماشي، كله كلام جميل يا باشمهندس، لكن ننتظر التنفيذ، ننتظر التنفيذ. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع، لأنه أنا عايز أستقبل ضيوفي إن شاء الله في تمام الساعة 11. طول عمري يعني عندي ثقة في حكامنا المصريين، وعندي ثقه ان هم لما بشوفهم حكامنا في المستوى الافريقي وبره الحقيقه طبعا من احسن الحكام في العالم. المشكله اللي يعني هي مساله ثقه ومساله الانديه عايزه تكون مرتاحه، وده واجبنا ان الانديه تكون مرتاحه. هو حصل اجتماع بين الرابطه الانديه و انديه الدوري الممتاز، وهم خدوا قرار بانه يبقى رئيس لجنه الحكام اجنبي. الحقيقه ان شاء الله لما نكون متواجدين هعمل اتصال لسه بالانديه وراجع معاهم الرؤيه مره ثانيه، اذا كان هناك تصميم على يعني يكون رئيس لجنه الحكام اجنبي طبعا هرجع للمجلس ونتفق على حكم. هو بص يعني طبعا كل التحيه والتقدير للاخ الصديق العزيز فوزي رقشع، احنا هو انا او هو احنا بنلتزم باللوائح داخل الاتحادات القاريه والدوليه، يعني ده يعني ما نقدرش نخرج عنه. انما نرجع احنا في 2019 هم اتغلبوا من البنين اهو، كمل وكمل المشروع فقدر يدي نتائج. خلينا نتكلم على ارض الواقع، احنا بقى بقينا بره فبنعيد الكره. عدم الاستقرار هو اللي بيدي الدروب اللي احنا شايفينه. فيما يخص الرابطه انه الجزء الفني في المسابقات هو خاص باتحاد كره القدم، تمام، انما تنظيم المسابقه خاص بالرابطه، وانما احنا طبعا داعمين بشكل كبير. يعني شكل المسابقه، عدد الصعود والهبوط واللائحه الخاصه بتنظيم المسابقه ده جزء فني اصيل ملك اتحاد الكره. التطوير ده في كل حاجه، يعني ملف التطوير وكل حاجه، تطوير حكام، تطوير ناشئين، تطوير منتخبات، تطوير مسابقات، هننفتح على العالم، كل حاجه في العالم جديده هنعمل زيها. التطوير لا بينتهي ولا بيتحط له حد، التطوير مستمر دايما. فاحنا هنطور كل حاجه زي ما العالم شغال. يعني النهارده مثلا في بعض الاتحادات بتبقى في حاجه اسمها مثلا مدير اداره التكوين في الاتحاد. ايه اداره التكوين؟ اللاعب ده لعيب منتخب من هو صغير، ناقصه حاجات معينه مثلا في مهارات معينه بيتمرن عليها، دي كل دي ملفات تطوير بتبقى مستمره دايما، تطوير وتحديث، تطوير مستدام. عندنا ملفات كتير، منها هيكون طبعا الملف الاعلامي وملف بالنسبه لي كمان الكره النسائيه، فطبعا احنا هنبتدي نشتغل عليه. بس لازم برضو ندرس اللي موجود يعني الفترات السابقه علشان نقدر ان احنا نشوف فين الايجابيات اللي حصلت ونستمر عليها، وايه السلبيات اللي احنا نقدر نشتغل عليها. فلحد دلوقتي احنا ما قعدناش واخدنا يعني احنا في الفتره ديت احنا كله عاملين جولات زي ما انتم شايفين كده، وهننتظر لحد الجمعيه العموميه، واول لقاء لينا طبعا او قبلها هنكون ان احنا بنجهز الملفات بتاعتنا، او ان احنا ازاي يعني ننتقي كل ملف وازاي نتعامل معاه.
كلها ايام ان شاء الله، ومجموعه المهندس هنا بريده تقود وتدير اتحاد الكره المصري، واحنا مساندينكو معاكو، بس في نفس الوقت هيكون دورنا هو اما اننا اقول لكم برافو او نقول لكم لا هنا غلط، استنوا لازم تصححوا من هذا الامر ومن هذا الوضع. يعني بالمناسبه بعثة الاهلي في الكره الطائره بتطير باذن الله فجر الاثنين الى البرازيل استعدادا للمشاركه في كاس العالم. الاهلي هيلعب يوم 11 ديسمبر مع برايا البرازيلي 1:30 الفجر، وهنلعب يوم 14 ديسمبر مع لوبي سيتانوفا الايطالي باذن الله. دي مباريات النادي الاهلي، وفي مباراه كمان هحاول اجيب لكم التاريخ بتاعها باذن الله. بمناسبه هنا بريده، في حاجه رعبه للبشمهندس هاني، وهو الراجل قال لك ان انا يوم الجمعيه العموميه حلزم المدير المالي ومراقب الحسابات باعلان ميزانيه الاتحاد بشكل علني على الجمعيه العموميه ووسائل الاجتماع ووسائل الاعلام، لانه بيقول لك انه في 800 مليون جنيه ديون على اتحاد الكوره. كمان بيقول لك انه في دعم مخصص من الفيفا سنويا بما يعادل 1,200,000، ده بيبقى للكره النسائيه وللمدير الفني ولكره الصالات و و و و فاتحاد الكوره بيقول لك طلب 4 مليون دولار دفعه واحده، يعني حوالي 200 مليون جنيه. عشان كده المهندس انا بريده قال لك لا انا قبل ما ادخل هتبقى الناس عارفه القصه شكلها عامله ازاي بالتمام والكمال يعني.